بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتو يتودداتو احتنا وندموج يا الله سبحانه وتعالى سلام أزنت رحمته بالنا جبته له وبنان تلايهون إن شاء الله تعالى سبحانه وتعالى في قال اترالو ثلاث ملائكتوچن لنانته لاستنالفلاچو ودالون انسو مندنو ثلاث نغراتوچن يادرگه سو دنيا لاي اخرا لاي ادلبسم هنا تماما ايهونم كنزا مكاكل يمجمراو من تل القران وعمل لما فيه قراننا ببو قران استبالو يسرابت سو دنيا ما اخرام اد لبس ايهونم. يقول الله عز وجل طه ما انزلنا عليك القران لتشقى هي القران لناچنانك اد لبس لنادرك ايدلم بانت لا يا وردن الى الله سبحانه وتعالى تدا هي القران لنيا ممرياچن كفيلون يسرابتن سو تككلنيا منجد يموست عندهم دمو النزا ممنانوچنا بكو سرا يلسروت الله سبحانه وتعالى تلك مندا لمنداچو اندهونه هي قران لمندا ورد سنناجر سوره الاسراء انديلال ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن إيه قرآنكو يهدي للتي هي أقوم قرآن كرتو بوستو يسر يالو بس بالو يسر بسو يهدي تككلين يا منقر لمرانا ويبشر المؤمنين ان الزام امناتوچن بگو سرا يسروتن الذين يعملون الصالحات ان الزام امناروچن بگو سرا يسروتن من انديون ليا بسراچو بمن اجرا كبيرا تلك مين داك الله سبحانه وتعالى اندالاچو ليا بسراچو يمطاروي اوقات قران ناوقو بالبت مسرات በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ይሄ ቁርአን አውቆ የቀራበት ኢጅቲሃድ ያደረገ ሰው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወአለይሂ ምናሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዮም አልቂያማ ኩርሲው ላይ ይቀመጥና ወይ ደግሞ መቀመጫው ላይ ይቀመጥና ዮም አልቂያማ ለቀዳኢ ኢባዲሂ ባራዎቹ ፍርድ ለሰጣቸው ስመጣ ምን ይላል ለዑለማ እንዲላቸዋል ለዑለማዎች ላዋቂዎች ማለት ነው እኒ ለም አጅዓል ፊኩም ዒልሚ ወህክመቲ እኔ በእናንተ ውስጥ ዑቀተንና ጥበቤን አላደረኩም ኢላ አን አግፍረ ለኩም ሊማ አንቱም ፊሂ ሚንኩም እናንተ ታግላችሁ የቻላችሁን ያህል ሰርታችሁ ፈትዋ ላይም የቻላችሁን ያህል ኢጅቲሃድ አደርጋችሁ የተሳሳታችሁን ሁሉ ለእናንተ እቅር ልበላችሁ እንጂ ዕውቀትንና ጥበብን እናንተ መካከል አላደረኩም ወላ ኡባሊ ግድ የለኝም ለእናንተ ለመተው ብተው ምንም ግድ የለኝም ይላል። ሕክማና ጥበብ ደግሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለሻለት ለፈለገ ሰው ብቻ ነው የሚሰጠው። يقول الله عز وجل يبتي الحكمة لمن يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله سبحانه وتعالى حكمة وطبب ለሻለት ለፈለገ ሰው ይሰጣል። ومن يؤت الحكمة حكمة ደሞ የተሰጠው ሰው فقد يؤتي خيرا كثيرا ترو بزو خير سراوچن خير ነገራቶችን ተሰጥቷል። እነተ ጥበብ ያለ ሰው ከጥበብ የበለጠ ምንም ነገር ጥሩ خير ስራ ተሰጥቷል ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ
ቁርአንን አውቆ ቀርቶ የሰራበት ማንዘልና አለይከል ቁርአን ሊተሽቃ እድለብስም ሊጠምም አይችልም ማለት ነው። የሁለተኛው መለዚመ ዱዓ ፊ ሰራኢሂ ወደራኢሂ በሐዘኑ በደስታው በጭንቅም ጊዜ ዱዓይን ሁሉ የሚያደርግ የማቋረጥ ሰው ولم اكن بدعائك ربي شقيا جيتايوي اني انتم بملمن ادلبس الهونكم الهونم زكريا عليه السلام من هذا قال اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا جيتاي وي اري اتنتوچي دكاكموال صغروچيم شبت اوتوتوال جن انتم بملمني اني ادلبس الهونم انغدي قال الله سبحانه وتعالى كلمه كملمنو بفيت قرطنيا يهونن قرطنتون تناغرا አንተ በመለመነ ምን አልሆነም እድ ለብስ አልሆነም አለና ቀጥሎ ወኢኒ ኸፍቱ አልመዋሊየ ሚን ወራኢ ወካነት ምራቲ ዓቂራ ፈሀብሊ ሚን ለዱንከ ወሊያ ወኢኒ ኸፍቱ አልመዋሊየ ሚን ወራኢ እኔ ከኋላዬ ወኪል متكام متكاي سوا طالو بيي فريتشالو فراوي وكانت مراتي عاقره لازم مكنيات هون اللي يندفر ادرغني مستم ادمياو يهدنو سوري اني مدمي يهدنو مستي دمو ندوم مهنات سلازي لاني وكيلين متكاسو اطالو بيي فراوني على وجعلني من لدنك وليا كانت زند انت ولي متكانين ستي بلو تو ادرغو من عينت يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا انين مورسن وينين متكان انديهم دمو يا بني اسرائيل يعقوب ويدمو يا يعقوب بيت سبن يمتكا يهونن يمورسن ستين بلو دعاء ادرغو اندزاو وجعل رب رضيا جيتاوي توداج ما ادرغو بلو دعاء ادرغو انغدي مجمرا لاي بانت دعاء ادرغي انت لمني ادلا بسالون بلو الله الله سبحانه وتعالى ناداه من فوق سبع سماوات كسبع سماوات جت الريادر قلتنا لزكريا عليه السلام اندي لا جوال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا انت يحيى وي ان يسمو يحيى بمبالج ان بسرا لن كزي بفيتم اندي عنت موشي يالا وطانلت ليلا سو هي اسم يالا غني بندي عن اسم ان بسرا لن بلو الله سبحانه وتعالى من ادرك ملس ستاچو معناتلو سلازي الله سبحانه وتعالى بتجكو بدستاو الله يملمن مجيم ادلبس ايهون مالتنو يسوس تنيو لولا جوجو بكو يوالسو يحكي الله تعالى عن عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي بولا جنات الى الله سبحانه وتعالى ጥሩ የምውላ ደርጎኛል
ወለም የጀዓልኒ ጀባራን ኩራተኛ ትዕቢተኛም አላደረገኝም። ሸቅያ እንዲሁም የጠመመ እድ ለብስም አላደረገኝም ይላል ዒሳ ዓለይሂ ሰላም። አያችሁ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሰጣቸው ተአምር ሙታንን ሕያ ሲያደርጉ፣ ለምጻኖችን ሲያድኑ፣ አይነ ስውራንን ሲያድኑ አንድ ሴት አየችና ምን አለች? ጡባ ሊልበጥን ለዚ ሐመለክ ወሊልሰድ ለዚ አርጣዕተ ቢሂ፣ አንተን የተሸከመች ሆድና አንተን ያጠባች እናት ተባረከች ብላ ስትል የጂቡ አንሃ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም መልስ ስጠጣት። ዒሳ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሰላም በሱ ላይ ይሁንና ምን አለ? ጡባ ሊመን ቀረአ ከላም አላህ ፈአትበዐ ሊማ ፊህ ለም የኩን ጀባረን ሸቅያ። የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ንግግርን አንብቦ ውስጡ ባለበት የሰራ ሰው ኩራተኛ፣ ትዕቢተኛ፣ እንብተኛ እንዲሁም እድ ለብስ አይሆንም አለ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም መልስ ስጠጣት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ነገራቶችን እያደረገ ሰው እድ ለብስ እንዲሁም ጠማማ አይሆንም ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ቁርአንን ቀርቶ ውስጡ ባለበት የሰራ ሰው። ሁለተኛ ዱዓን በደስታም በሐዘንም ጊዜ የሚያደርግ ሰው። ሶስተኛ ለወላጅ እናቶቹ አባቶቹ ምን የሚያደርግ ሰዎች ናቸው? ጥሩ በጎ ምውሉላቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሻአላሁ ተዓላ በሌላ ፕሮግራም ተመልሴ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።